يقع منتزه جولهانا في منطقة إيمينو بجوار قصر توبكابي أقدم القصور العثمانية. يقع القصر ضمن حدود مدينة بيزنطيوم القديمة. كان المنتزه جزءا من القصر وتم افتتاحه للعامة في عام 1912. يعد بذلك أقدم المنتزهات العامة في المدينة. بالإضافة إلى قصر توبكابي، يقع المنتزه بجوار متحف إسطنبول للآثار ومتحف إسطنبول لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام. تعني جولهانا بيت أو مكان الورد في اللغة التركية، وسمي بذلك بعد إعلان وثيقة التنظيمات في هذا المنتزه في عام 1839. وكانت الوثيقة ساوت بين مواطني الدولة العثمانية بغض النظر عن أديانهم. ولما كان لزهرة التوليب أهمية في التراث العثماني ولأن موطنها الأصلي آسيا الصغرى، اهتم الأتراك بزراعتها، وعرف عصر السلطان أحمد الثالث بحقبة التوليب بين عامي 1718 و1730. بسبب السلام والازدهار في تلك الحقبة التي تعرف بتركيا باسم لالا دوري، وإقبال المواطنين على زراعة أزهار التوليب، انتشرت هذه التسمية والاهتمام بهذه الزهرة. يضم المنتزه أيضا أطلال ميتم القديس بولس من العصر البيزنطي، كما يضم أيضا العمود القوطي الذي يخلد انتصار الرومان على القوط، وقد نصب في هذا البارك في أواخر القرن الثالث الميلاد، وهو مكرس لإلهة الحظ والثروة فورتونا. فضلا عن أطلال كنيستي القديس مينس والقديس ديمتريوس، وبعد جولة منعشة في هذا البارك سوف نصل إلى القرن الذهبي الجولدن هورن أو ما يعرف بالتركية باسم هاليتش.